ورح ننتقل لفقرتنا التربوية اليوم. كتير فرح ما نسهل أبدا تربية الطفل. كتير منشوف أشخاص ممكن أباء وأمهات ممكن يتبعوا أساليب حديثة ممكن تكون خاطئة، ممكن يتعلموا عبر السوشيال ميديا أو ممكن عبر فيديوهات عم يشوفوها أو تقنيات ممكن ما تناسب أطفالهم. هاي الأساليب إن كانت صحيحة رح أكيد تنشأ عنا تربية سليمة، وإن كانت فاشلة رح يكون إلى سلبيات كتير، وهذا ناتج التربية الفاشلة عن بعض الآباء والأمهات والأخطاء الشائعة اليوم. طبعاً بين التربية الحديثة والتربية القديمة مفاهيم ممكن تختلف. رح نتعرف اليوم على الفرق بين هاي المفاهيم، شو طرق من تغيير وحداثة لحتى إذا بدنا نقول نحن على الطريق الصحيح أو الطريق الخاطئ. رح نحكي عن هاي المواضيع بالتفصيل مع الأستاذ هناء الأزهري، اختصاصي اجتماعي وتربوي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. يسعد صباح الخير. صباح مشاهدينا الكرام. خلينا بالبداية نتعرف على هلأ في أساليب كتير عديدة للتربية، وفي شخص وأهلي بيعتبروها أنه رح تكون هي صحيحة أو مناسبة كتير لأطفالهم أو للمراهقين حتى. شو رأيك بهذا الموضوع؟ طبعا في أساليب حديثة ظهرت حديثا، يعني هي مفيدة للأطفال أو للمراهقين، مفيدة يعني بالتربية بشكل عام، لأنه نتيجة دراسات ونتيجة خبرة سنوات. بس التربية بحد ذاتها هي عبارة عن علم وفن، ما فيني أنا أجيب هذا العلم مثل ما هو وأطبقه على ابني، مثل الدواء مثلا، ما فيني أنا هذا المريض أعطيه نفس الدواء، ممكن ما يناسبه، تمام، ممكن ما بيناسبه رغم أنه نفس المرض، بس هذا عنده مشاكل تانية وهذا عنده قدرة التحمل مثلا بمستوى معين. لذلك التربية علم وفن. المفروض طب إذا بدنا نحكي أستاذي هنا بشكل عام، نحن شو هي المدخلات اللي تم إدخالها على التربية لحتى نقول صار اسمها تربية حديثة؟ أكيد في خطوط عريضة، مبادئ عامة، خلينا نعرف شو هي هاي الخطوط أو المبادئ العامة لحتى صرنا نسميها تربية حديثة. طبعا اول شيء بالتربيه الحديثه انه ممنوع العنف ضد الطفل. يعني زمان كان في شوي تعنيف للاطفال، مثلا كان في ضرب، كان في كذا، هلا هاي الامور كلها ما عادت موجوده، بس صار في مبالغه بهذا الموضوع لحد ما صار الطفل انه خارج عن السيطرة، يعني ما عاد قدرتي تسيطري عليه. فلذلك نحن لازم نستعمل هاي الأمور بتوازن. كمان من الأمور الحديثة اللي ظهرت وهي من الأشياء المفيدة هي علم المونتسوري، التعلم عن طريق اللعب. يعني بتشوفي أنت الطفل شو اهتماماته، بتستكشفي أنت شو الميول اللي عنده لحتى أنت تبني عليها وتأسسي له لمستقبل حسب هو رغباته، يعني مو حسب ما بيفرضوا عليه الأهل. زمان كان الأهل هن اللي بيفرضوا على الطفل مثلا شو بده يتعلم، شو بده يصير، شو بده يطلع. إذا أبوه دكتور أو مهندس لازم يطلع مثلا نسخة تانية عن أبوه. النجاح بالتربية مو أنه أنا أطالع طفل أو شاب أو رجل نسخة تانية عني، تمام. الإبداع أو التربية السليمة أنه أطالع إنسان مستقل بذاته، مستقل بأفكاره، عنده شخصيته المستقلة، عنده أفكاره، ناجح بالمجال اللي هو حبه وتخصص فيه، مو أطالع نسخة تانية عني مثلا أو عن الأب أو عن الأم. فهي خلينا نضوي عند هاي النقطة عن شخصية الطفل. وقت بتنشأ بيكون الطفل عنده استقلاليته وشخصيته قوية أكيد من خلال التربية ومعاملة الأهل له. في أشخاص أهل ما بيقدروا، ما بيعرفوا يوازنوا بين الدلال الزايد والحزم مع الطفل قدي ضروري، وبين العنف أوقات ممكن، فبيضيع الطفل أنا هون مدلل ولا معنف ولا أنا عم في حزم أنا بحياتي وقرارات حازمة لازم التزم فيها. كيف ممكن التوازن أو الموازي بين هدول التفاصيل مع الطفل لحتى نكون نحن بنفس الوقت محترمين شخصيته وينشأ بشخصية سليمة؟ تماما. هلا نحن اغلب الناس التربية عندها للأسف هو ردة فعل،
يعني أهله بكونوا كتير صارمين معه، بصير عنده ردة فعل، يا بده يطبق اللي تعلمه من أهله على الولد ويكون كتير صارم وكتير شديد، يا أما بده ياخد ردة فعل عكسية، على قد ما أهله قسيوا عليه على قد ما هو بده يدلل هذا الطفل ويعطيه كل شيء بده إياه، فبتقلب كمان النتيجة عكسية، بيطلع الطفل كتير مثلا ممحي الشخصية، ما عنده شخصية مستقلة، ما بيقدر يتخذ قرارات لحاله. فنحن لازم يعني نشيل ردات الفعل ونتصرف ب يعني قوانين او اسس معينه، نحن بنشوف حسب شخصيه الطفل، نعلم الطفل من وهو صغير انه يعتمد على حاله، يكون له شخصيه مستقله. يعني مثلا وقت بدنا نلبسه مثلا نجيب له مثلا قطعتين ملابس، مثلا بتحب تلبس هاي او هاي، نعلمه من وهو صغير يتخذ قرار. تمام، انا بدي اشرب هذا الولد الدواء وهو ما بحبه وانا اجباري بدي اشربه اياه، ما بجي مثلا لا بدك تشرب بدك تشرب الدواء وبمسكه وغصب عنه ببلش بال، لا مثلا نعطيه خيارات، بتحب تشرب الدواء مع العصير ولا لحاله، ولا بتحب مع عصير مثلا برتقان او تفاح، هيك بصير عنده خيارات، هو رح يشرب الدواء رح يشرب الدواء، بس حس حاله هو صاحب قرار، هو اللي بده يختار ويحدد. تمام، مثلا بتاكل من الاكله الفلانيه ولا من الاكله الفلانيه، هيك يعني بنحسسه انه هو لازم يكون صاحب قرار وعنده شخصيه مستقله فيه. هلا هي الامور مقدور عليها، بس اليوم نحن عم نحكي عن جيل متطور اكثر يمكن الاجيال الماضيه، جيل منفتح على عالم التواصل الاجتماعي، جيل يمكن عم يتعلم مثل ما قلتي باساليب جديده باساليب حديثه، عم بيشوف اكثر خلطه من وقت زمان، فنحن بجيل ذكي جدا خلينا نقول. بعض الاطفال يمكن هن عنيدين بشكل كثير كبير، صعب التعامل معهم، التربيه الحديثه اليوم كيف فيها تكون صح مع هدول الاطفال يلي هن فعلا عندهم حاله عناد كثير كبيره وبنفس الوقت نسبه ذكاء كثير عاليه، فلهم يمكن طريقه خاصه بالتعامل. تماما، هلا بظل الانفتاح الكبير اللي صار عنا الانترنت والجوال والفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، يعني صار ما في شيء مخبى عن هذا الطفل، يعني عنده وعي زايد، فنحن بدنا نوجه هذا الوعي، يعني مثلا انه بده مثلا يعمل قناة مثلا على اليوتيوب، بده يقدم شيء، بده كذا، نوجه هذا الشيء، يعني انك تحرميه من شيء معين بصير عنده ردة فعل عكسية، بصير بده يقدم اي شيء لحتى يطلع مثلا بهذا المجال، او يشوف رفقاته مثلا كيف عم يعملوا، كيف عم يصوروا فيديوهات مثلا. فنحن بدنا نوجه، بنقول له انه يعني اذا بدك تستمر، اذا بدك استمرارية ممكن نعلمه شيء هواية ويقدمها، يكون شيء مفيد، يعني هو رح يطلع مثلا يعمل قناة ورح يطلع، بس ليش ما يقدم شيء مفيد؟ في عنا رسم، في عنا عزف، في عنا كتير أمور ممكن، وهلأ يعني في انفتاح كمان بمجال التعليم، يعني زمان ما كان في هالمعاهد الكتير، هلأ كل شيء متاح، حتى في يفتح على اليوتيوب يتعلم أي شيء مفيد من اليوتيوب ويقدم هو محتوى يعني هادف ومحتوى جيد. فنحن بظل الانفتاح بدنا نوجه هذا الانفتاح، لأنه الانفتاح سلاح ذو حدين، فيه السلبي وفيه الإيجابي، نحن ما فينا نمنعه نهائيا عن هذا الشيء، فنحن بس بدنا نوجه هذا الشيء لحتى نقدر نحن نكون محيطين بهذا الطفل ومتابعين معه، وبنفس الوقت ما نحن حرمناه من شيء بحبه وشيء شايف كل الناس عم تتعامل فيه. طيب في أطفال عندك أطفال بيكونوا جدا مؤذيين أو أشقياء، يعني هون بيضطروا الأهل لحتى يتبعوا أسلوب التعنيف معهم، ما بيقدروا يسيطروا عليهم، هون صح التعنيف مع هدول الأطفال؟ هلا الطفل اللي كتير الحركه وكتير بيأذي، هذا بدنا في عنده فرط حركه، في عنده نشاط زايد. اكيد يعني نحن اكيد بطول الحديث بهذا الموضوع عن التربيه الحديثه واساليبها بحلقات قادمه اكيد رح نستكمل. بدنا نشكرك كل الشكر على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا شكرا لك واهلا وسهلا فيك.